انا كل فتره كده بقعد اقلب اشوف اكشنز جديده، بلجنز، حاجات تسهل عليك استخدام الفوتوشوب او انها تعمل لك افكت لو عملته على الفوتوشوب هياخد وقت طويل. فانا بقلب كده جه في سكتي اكشن، ولكن اللي استوقفني في الاكشن ده ان حجمه تقريبا جيجا وربع. ولو انت من الناس اللي بتستخدم الاكشنز هتبقى انت عارف ان عاده الاكشنز دي بتبقى بالكيلو بايت كده، او مثلا لو اكشن تقيل شويه هتلاقي مثلا حجمه 2 ميجا ولا حاجه. فقلت ان انا اشتري الاكشن ده، تقريبا كان ثمنه 17 دولار او حاجه زي كده، وبرده ده رقم غالي على اكشن. الاكشنز عاده بتتباع بدولار مثلا و2 دولار. المهم الاكشن ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو يحول لك اي صوره انت بتديها له لرسم. جربت انا بقى الاكشن ده، واحلى حاجه فيه ان هو بيعمل لك لايرز لكل حاجه، فانت تقدر ان انت تشيل لو لاير مش عاجباك، عايز تخفف حاجه، عايز تزيد حاجه، براحتك. والاكشن بمجرد ما انت تعمل ران للاكشن ده خلاص انت ما بتلمسش الصوره، هو بيعمل كل حاجه وبيطلع نتائج خطيره جدا. قلت انا بقى لما نعمل عظمه بالاكشن ده. دخلت على محمود لقيته قاعد بيشتغل بيعمل شغل مهم جدا. قلت له يا محمود انا عايزك هصورك صوره، والصوره دي هنعمل حاجه بالاكشن ده ونطلع صوره مختلفه. ورحت واخد صوره تانية برضو رسمه كده، وكان بقى العمليه ان احنا ننقل راس محمود من الصوره الاساسيه ان احنا نحطها ونعمل عليها الاكشن ده ونشوف النتيجه هتطلع ازاي. قبل ما نخش بقى في البروسيس دي واوريكم عملت ايه في محمود بالاكشن ده، خليني اقول لكم على سبونسر فيديو النهارده، وهو موقع luckyegypt.com. موقع luckyegypt.com بيديك اعلى كاش باك في مصر، ودلوقتي كمان عاملين ضعف الكاش باك لو انت عملت التسوق بتاعك عن طريق الموقع ده. هتلاقي على موقع luckyegypt.com تقريبا كل المواقع اللي انت بتستخدمها زي سوق وجوميا، وكمان انضم لهم الفتره الاخيره امريكان ايجل واتش ان ام، وكل يوم بيضاف مواقع جديده. ازاي تقدر ان انت تستفيد من الكاش باك بتاعك ده؟ كل اللي انت تعمله ان انت تخش على الموقع بتاع luckyegypt.com وتختار الستور اللي انت عايز تشتري من عليه، وبعد كده تكمل عمليه الشراء بتاعتك الطبيعيه جدا، وهترجع تاني لحسابك في luckyegypt.com هتلاقي ان الكاش باك بتاعك نزل فيه. الجميل جدا بقى ان كل اللي انت بتعمله على موقع luckyegypt.com كمان بقى متاح ان انت تعمله على ابلكيشن لاكي على الموبايل. كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تخش على الابلكيشن وهتلاقي العروض بتاعتك، اختار العرض اللي انت عايزه، وبعد كده كمل عمليه الشراء وهتلاقي الكاش باك بتاعك نزل في الحساب بتاعك. ازاي بقى تستفيد من الكاش باك ده؟ ممكن تستفيد منه بثلاث طرق. ممكن ان انت تسحبه عن طريق حسابك البنكي، ممكن ان انت تسحب الفلوس بتاعتك عن طريق خدمه امان، او ممكن ان انت تستخدمه في الابلكيشن بتاع لاكي عشان تشتري بيه تاني. هسيب لكم لينك في الديسكربشن تقدر عن طريقه ان انت تشترك في موقع luckyegypt.com، ولو انت اشتركت دلوقتي فهتاخد 50 جنيه هديه بعد اول عمليه شراء. نرجع بقى للفيديو بتاعنا. طيب بعد ما خدنا الصوره بتاعت محمود هننقلها على الفوتوشوب هنا، وبعد كده هنحاول ان احنا نركب الصوره دي على الصوره اللي قدامنا هنا. بس قبل ما نعمل كده، طبعا الصوره دي متصوره بكاميرا متقدمه شويه والديتيلز بتاعتها شارب جدا، فعايزين ان احنا نحاكي الشكل القديم ده. هنعمل ايه؟ هنخش على فلتر واختار كاميرا رو فلتر، وهعمل شويه تعديلات بسيطه كده، هقلل الكونتراست شويه، ممكن نعلي الشادوز شويه، وممكن نقلل التكستشر بقى علشان يعني مش عايزين يبقى فيه تفاصيل كتير في الصوره. يعني بصوا بقت ناعمه ازاي. ممكن كمان نعلي الهايلايتس شويه بما ان ما كانش فيه دايناميك رينج زمان، فعادي بقى ان الصوره تتحرق. وبعد كده ادوس اوكي. عملت التعديلات بتاعتي دي، هحتاج ان انا اعمل سيلكشن للصوره اللي قدامي. بمنتهى البساطه هدوس على سيلكت واختار سيلكت سبجكت. انا مصوره في خلفيه لونها ابيض فالسيلكشن هيكون سهل. هدوس على العلامه بتاعه الماسك اللي هنا، فدلوقتي عمل لي ماسك، والماسك ده مرضي جدا بالنسبه للحاجه اللي احنا هنعملها. هاخد الصوره دي كده واحطها فوق الصوره الثانيه بتاعتي. هدوس كنترول تي او كوماند تي لو انا بستخدم ماك علشان اعمل ريسايز، وابتدي اصغر الصوره بتاعتي كده علشان عايز اظبطها مكان راس الشخص اللي موجود هنا. ممكن اقلل الاوباستي بتاعت اللاير دي علشان ابتدي اشوف شكل الوش والحجم بتاعه مقارنه بالجسم اللي وراه. ممكن نعمل له روتيشن حاجه بسيطه كده. اوكي، بما ان الصوره بتاعتي دي على ماسك فانا هقدر ان انا امسح الجزء اللي انا مش عايزه من الصوره، فاختار البراش بتاعتي واختار من هنا اللون الاسود واخلي الفلو والاوباستي بتوعي على 100%، وابتدي امسح كده كل الجزء اللي انا مش عايزه. انا عايز ارجع بقى للصوره الاساسيه بتاعتي علشان انا عايز اشيل الشعر اللي موجود هنا ده اللي باين ورا محمود. فممكن اجيب الكلون ستامب تول بتاعتي وهشغل اللاير دي عشان اشوف انا اشيل لحد فين. يعني هتدوس الت علشان تعمل سامبل من مكان معين. نفترض مثلا انا باخد سامبل من هنا وهبتدي الون كده وراه. من الحاجات اللي انا محتاج اغيرها برضو في الصوره هو ان انا اخلي الدقن اطول ومتسرحه اكتر كده، فهعمل الكلام ده بالبراش بتاعت الدقن اللي انا كنت عملتها في فيديو قبل كده. لو انت مش شفتوش اسيبه لك في الاي اللي فوق. اعمل لير جديده كده
برضو مش مهتم ان هي يبقى شكلها مظبوط قوي. تاني علشان انا لما اغير الصورة دي وتبقى رسمة في الاخر مش هتبقى فرق قوي. من ضمن الحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها برضو ان انت وانت بترسم الدقن ما ينفعش يبقى كل الدقن لونها اسود، في جزء بيجي عليه اضاءه فلازم يبقى لونه جراي شويه، فممكن ناخد لون ابيض كده ونخليه اخف شويه كده، ونبتدي نحط شويه شعرات كده باللون الابيض. شايفين كده الفرق بقى عامل ازاي؟ شكلها بقى حقيقي اكتر. طيب من ضمن الحاجات اللي انا عايز اظبطها برضو الشعر، فجبت شكل باروكة كده وهناخد دي نحطها على اللير بتاعتنا، وبعد كده هحول البليندنج مود بتاعها من نورمال واخليه داركن. تاني باكد ان احنا مش لازم نظبط كل حاجة قوي لان في الاخر كله هيبلند مع بعضه في الرسمة. طيب بعد ما ظبطنا الحجم بتاعنا ممكن نعمل ماسك هنا ونبتدي نلون عليها باللون الاسود عشان نمسح من المكان اللي احنا مش عايزينه. بعد كده هاخد اللاير دي ادوس كنترول جي او كوماند جي علشان اعمل لها دوبليكيشن، عايزها كمان مره، وابتدي احرك مكانها علشان اكمل الشكل اللي انا عايزه. ممكن نخلي الجزء ده هنا كده. هعمل لاير جديده واختار من هنا ايمج واختار ابلاي ايمج عشان يجمع لي كل الحاجات اللي عملتها في صوره واحده، وبعد كده ادوس هنا على الاف اكس بوكس بتاعي اللي موجود فيه ريل بينت افكت. كل اللي انا هعمله ان انا ادوس ابلاي ذس افكت وهو هيبتدي يعمل بقى كل حاجه لوحده، مش هبذل مجهود انا في اي حاجه، هو هيحدد الصوره، وهي اصلا الصوره الاولانيه كانت شبه يعني لوحه كده. فكل اللي هيحصل هنا دلوقتي ان هو هيجمع لي الحاجتين دول مع بعض ويخلي شكل الوش مرسوم ويعمل لك التكستشر او الملمس بتاع اللي واحده. هو كده خلص لي الصوره بتاعتي خلاص. احلى حاجه بقى في الصوره بعد ما بتطلع كده ان انت تقدر تعدل على كل حاجه لان كل ده موجود في لايرز. يعني بص لما تطفي لاير كده هتلاقي ان كل جروب موجود جواه شويه لايرز، كل لاير بتعمل حاجه. يعني ممكن اجي هنا على البينت ليفلز دي اهي، لو انا عايز اقلل الافكت بتاعها شويه ممكن اجي على الجروب كله كده وهقلل الاوباستي بتاعته كده مثلا، وبعدين مثلا الاماكن اللي انا مش عايز يبان فيها الافكت ممكن اعمل هنا ماسك واجي بالبراش بتاعتي اشيل من المكان اللي انا مش عايز فيه الارتيفاكتس او اللي هي الحاجات البايظه دي. كده بقى عندنا صوره نقدر نبروزها لمحمود طارق. بس كده زي ما انتم شايفين اكشن قوي جدا زي اللي احنا شفناه النهارده ده يقدر يخليك تطلع صور مختلفه. ويا سلام بقى لو انت دمجت ان انت تستخدم الاكشن ده كمان مع حاجه زي اللي احنا عملناها النهارده بحيث ان الصوره ومحتوى الصوره مع الايفكت المعمول يكونوا متوافقين ان هم يطلعوا لوحه كده مختلفه. كالعاده لو انت بتتفرج على الفيديو ده على يوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب، لو بتتفرج عليه على فيسبوك يا ريت تعملي فولو توصلك الفيديوز الجديده. استنوني فيديوهات تانيه.